السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أول حلقات برنامج بتاعنا أنا مش محب. زي ما قلنا قبل كده، مشكلة الجيل اللي احنا فيه دلوقتي ومشكلة كتير من الشباب إن هو ما بيعرفش حاجة عن الدين بتاعه إلا كده حاجات طشاش. وللأسف لو حب يعرف بتلاقيه يعرف الشبهات، إنه فلان بيقول الدين بتاعك ده فيه كذا غلط، الدين بتاعك فيه المشكلة الفلانية، أنت إزاي عندك دين فيه كل العنف والإجرام ده؟ عشان كده احنا قلنا هنحاول نبدأ بإن احنا ندي معلومات بسيطة وتكون سلسة ويسيرة نوصل بيها الثقافة العامة اللي احنا نعرف بيها أساسيات الدين بتاعنا كمسلمين. هنبدأ نتكلم إن شاء الله من خلال حديث جميل جدا للنبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يكون فيه أحداث كتيرة بس هي أحداث شيقة جدا، وهنلاقي فيها كمية معلومات ربما احنا أول مرة نسمعها في حياتنا. الحديث ده رواه سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وكان بيقول إن في ناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ممكن يكون بديهي عندنا، قالوا إيه؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الصحابة لما سألوا كانوا بيسألوا عن إيه؟ رؤية ربنا فين؟ يوم القيامة، لأن حاجة بديهية ومن المسلمات عندنا كمسلمين إن ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. شوف سيدنا موسى عليه السلام، وده من أول العزم من الرسل، وربنا سبحانه وتعالى كلمه في سورة الأعراف ربنا بيقول إيه؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. سيدنا موسى من شدة الشوق والحب لله سبحانه وتعالى أراد أن هو يشوف ربنا، يرى الله سبحانه وتعالى. كانت إجابة ربنا الفاصلة والحاسمة لن تراني، وضرب له مثل قدامه مثل عملي، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبل على عظم خلقه وعلى كبر حجمه لما تجلى له من نور الله قدر ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بالجبل ينسف. اسمع الحديث الجميل ده الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. الله تعالى يرى كل شيء، لو كشف حجابه كل الكون يدمر، كل الكون ينسف، لأننا لا نتحمل في هذه الدنيا عظمة وجلال الله تبارك وتعالى. إذا محدش أيا كان ورعه، أيا كان تقواه، أيا كان مكانته في الدين أو في الدنيا يستطيع أن يتحمل رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا. وسؤال الصحابة زي ما قلنا كان بيتكلم على رؤية ربنا فين؟ يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، يعني سترون الله تعالى يوم القيامة. إزاي؟ ضرب مثل وقال هل تضربون في رؤية الشمس صحرا ليس معها سحاب؟ وهل تضربون في رؤية القمر ليلة البدر ليس معه سحاب؟ لما تيجي كده وانت في مكان زحمة ويوم القيامة هيكون عدد الناس بالمليارات، ممكن تقول طب انا مش هشوف من كتر الزحمة وحد ممكن يحجب الرؤية عني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل ده، لو انت واقف في مكان كبير وفي ناس كتير بس الشمس في السماء مفيش معها سحاب، والقمر ليله البدر مفيش معاه سحاب، هل حد ممكن يحجب رؤيه عن التاني؟ طبعا لا. ليه؟ لان مجال الرؤيه واسع، وبالتالي المسلمين والمؤمنين يوم القيامه هيشوفوا ربنا تبارك وتعالى في ارض المحشر بهذه الرؤيه البسيطه والسلسه. بعد ده النبي عليه الصلاه والسلام قال حدث خطير جدا، قال ينادي المناد يوم القيامه. المنادي ده هيسمعه كل واحد في ارض المحشر، والنداء ده كل واحد هينفذه مش بمزاجه، ده غصب عنه هيتلف، وكل واحد في ارض المحشر هيسمعه بصوت واضح. لكن النداء الخطير ده عشان مهم جدا ولازم نعرف ازاي هتفرق بين كل واحد كان عايش في الدنيا على حاجه، هتفرق مع يوم القيامه. هنبدا بيه كلامنا المره الجايه ان شاء الله تعالى عشان نعرف ايه النداء اللي كل البشر هيسمعوه وكل الجن هيسمعوه وينفذوا هذا النداء وهم خاضعين ولا يستطيع احد ان هو يتفلت من ارض المحشر. تابعونا على القناه بتاعتنا، وما تنسوش لو عندكم اي نصيحه اي تعليق اكتبوا على هاشتاج انا مش ملحد، ويا ريت تشاركونا على القناه بتاعتنا وتعملوا سبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.